مليء بالأحداث الكروية، استمتعنا بعدد كبير من مباريات مسابقة الدوري الممتاز. عايزين نستعرض معاكم أبرز نتائج مسابقة الدوري المصري الممتاز. والمباراتين اللي اتلعبوا امبارح كانت المباراة الأولى ما بين أسترن كومباني والمصري البورسعيدي، انتهت بنتيجة هدفين لكل فريق. أما الإسماعيلي والجونة فأيضا في الدوري الممتاز قدرت الجونة أن هي تتفوق بنتيجة هدف مقابل لا شيء في هذه المباراة. كنا بنأمل طبعا أنه في بداية المشوار الخاص بالإسماعيلي، طبعا كنا بنتمنى أنه كابتن حمد إبراهيم يقدر أنه هو يحقق النتيجة إيجابية مع الإسماعيلي في أول قيادة فنية لفريق الدراويش، ولكن طبعا يعني قدر الله ما شاء فعل. طيب مباريات اليوم هتكون عاملة زي غان طبعا احنا في الجزئية دي تحديدا فرح الدوري المصري طبعا لما بنتكلم على الإسماعيلي كتاريخ، بس احنا بنبقى زعلانين على تاريخ الإسماعيلي إنه هو 10 مباريات بدون أي فوز، 3 تعادلات فقط، دلوقتي بقى في المركز الأخير متساويا مع إيسترن كومباني امبارح، لأن كل فرقة عندها 3 نقط، ولكن فارق الأهداف بيكون طبعا لصالح الإسماعيلي، فبالتالي 17 و18 مش فارقة. صحيح. بس احنا لما بنتكلم على كل الفرق طبعا بنكون مبسوطين برضو بفرقة زي الجونة عندها نجوم، كريم طارق امبارح بيتألق، خالد قمر بيسجل هدف، يعني موجود عدد وكوكبة كتيرة من اللاعبين، مدير فني برضو صغير رضا شحاتة أو كابتن رضا شحاتة مع حفظ الألقاب، فكل الأمور. بس احنا كشعب مصري بنبقى متعاطفين مع تاريخ الإسماعيلي، ما نتمناش طبعا أنه يكون أحد الهابطين، بس بندعم كل الأندية، ويعني في الآخر نفسنا نشوف في الإسماعيلي في مكانه الطبيعي. في مكانه الطبيعي أكيد دي أمنية، لأن الأندية الجماهيرية ليها طعم مختلف. أكيد أكيد يا غالي. بالنسبة يعني أيضا اليوم إن شاء الله الدوري المصري هيستكمل في جولته العاشرة، نادي البنك الأهلي بيستضيف بيراميدز في تمام الساعة 5:30. مباراة أيضا هتكون هامة لبيراميدز العائد من نجاح في الكونفدرالية الإفريقية، عنده فرصة إن هو يرجع تاني على مقدمة جدول الترتيب، هو والأهلي عاملين يلعبوا قصة النهاردة أنا في المركز الأول بيراميدز في المركز الثاني وهكذا، فوز بيجيب فوز، وأعتقد المنافسة هتكون مشتعلة بشكل عام في الدوري العام الممتاز. أعتقد مباراة الدوري مؤثرة بشكل كبير جدا، بدينا نشوف منافسة امبارح، إيسترن كومباني كمان بيقدم مباريات أكثر من رائعة أمام واحد من الفرق القوية وهو فريق المصري البورسعيدي اللي كان قادم ولكن من المشاركة الإفريقية، ولكن طبعا الأخطاء اللي وقع فيها معين الشعباني في مباراة أمس كان أهمها إراحة 11 لاعب دفعة واحدة وتغيير التشكيل أو القائم الرئيسي كلها من الأمور اللي أثرت. بس الدوري ممتع يا فرح، الدوري حابين نشوف فيه ندية وإثارة، وأعتقد مباراة البنك الأهلي وبيراميدز النهاردة تكون من المباريات دي. تكون من المباريات دي إن شاء الله. ومباراة الأمس كمان مباراة الإسماعيلي بالجونة، لو بتشوف كمان فرحة لاعبي الجونة بصراحة قدموا أداء مميز جدا 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 يا غانم، وده بيأكد لنا إن العناصر ما بقاش في مباراة سهلة في مسابقة الدوري الممتاز، بغض النظر عن مكان الفريق ده في الجدول بيأكد لك إن أنت مش عارف هتفضل. على فكرة الدوري الممتاز يعني بيشبه الدوري الانجليزي في فكره الصراع اللي كنت بتتكلم عليه، انك لاخر لحظه لاخر ثانيه مش عارف مين هيطلع مين هينزل مين ممكن يحرز هدف مين، يعني ده بنتكلم على حاله الاثاره والجدل اللي ممكن حتى الاسابيع الاخيره بتبقى لسه مش عارف المشهد هيروح لحد فين، مين الفرق اللي هتهبط، انت لحد اللحظات الاخيره بتبقى الثلاث فرق اللي تحت دول مش عارف مين فيهم، نفس الكلام الثلاث فرق اللي فوق، فالحاله دي بتساعدنا جميعا بتخلينا نستمتع بالكوره. التطور بتاع كره القدم المصريه ودخول عناصر كتيره ولجان كتير كتيره ومستثمرين وان بقى في اكتر من نادي وضخ اموال، ده خلى نفسهم اللعيبه عندها اغراءات انها تكون متواجده في اكتر من نادي، وده اللي خلق المنافسه، عشان كده بناكد ان النسخه دي النسخه الاقوى والنسخه الابرز في الدوري العام الممتاز.